ده تحت الرز، صينية رمان. عندنا ده بنجر، معاها مخلوط نلعب على ما خلطناه. هناخد الخبز على النار يغلي، حطنا هنا يغلي، هنا خلطنا فيها زيت، هنا ورق لورا حمام وقصة، هنا بصلة، عندنا رز اللي احنا غسلينه، نخلي النار عالية عليه لحد ما يتشرب. هنبدأ ان احنا بقى هنا ايه، نهدي النار خالص عليه ونسيبه لحد اما يفيق.